السلام عليكم، شريفات الفنات الغزاله، تحياتي. نتمنى دائما تكونوا على خير وبخير، وانتم تشوفوا معايا هذا الفيديو. شكرا بزاف على حسن المتابعه وعلى الكلمات الغزاله الفنه اللي دائما تقولوها في حقي. نتمنى ان شاء الله باذن الله ربي يحفظكم دائما ويعطيكم العز والنور والصد مولانا، وتحياتي للجميع. اليوم اتقاسم معكم لازان بطريقه بسيطه ان شاء الله باذن الله، وتجي ناجحه وتجي غزاله. ما نقول لكم شي في واحد المذاق واحد الدم، نقول لكم شي كتيجي مع ديك غزال. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم، ينال اعجابكم دائما، وجميع اللي تعطى لكم الوصفات ديالي يعجبكم كذلك. ها انتم معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. تحياتي للجميع. الشريفات الفنات، بالنسبه للمكونات اللي شاهدوا معايا، لان شارك معكم المسائل اللي نحضر بها ان شاء الله باذن الله اللازانيا. عندي هنايا كيلو ديال الكفته، بحكم ان جوج ديال الليمون ان شاء الله باذن الله اللي نعمرهم باللازان ان شاء الله. عندي كيلو ديال الكفته، عندي هنايا جوج حبات ديال البصله يعني كبارين اللي شلطتهم قطع هكا صغيره بزاف يعني مشلطين. عندي هنايا واحد 8 ديال الحبات ديال صوص ديال الثوم اللي شلطت كذلك رقيقه بزاف. عندي هنا لاصوص طوماط اللي يعني تكون بزايد، اللي فايته راني حضرتها معكم، ولا بغيتوني نولي نحضرها معكم ما كاين حتى شي مانع. بالنسبه لاصوص طوماط يعني تتكون شويه تخليوها خفيفه. عندي هنايا معدنوس مقطع، عندي هنايا شويه ديال الزعتر، تيبقى دائما منسم بالاختيار ديالكم. عندي هنايا الملحه الابزار، واللي مابغاش الثومه يعني طريه صينه ممكن يدير الثومه غبره. معلقه صغيره عامره ديال الفلفل الحمراء، والزيت الروميه اللي نشحر بها لاصوص ديالنا. بالنسبه للمكونات ديال البيشاميل، عندي اطرو ديال الحليب، عندي 100 غرام ديال الزبده، عندي 100 غرام ديال الطحين. بالنسبه للفرماج الذي نحتاج للكافي، وممكن لما كفانيش ممكن نزيد، ودائما الفرماج يبقى على حسب اللي بغيتو. انا هذا شريه ديال تا هذا ديال شي دار تيجي غزال تا هو، يعني ممكن ناخذ منه لما كفانيش. بالنسبه للازان ها هي، انا عندي جوج ديال العلب ديالها. وبالنسبه ديال القياس هذا اللي نديرها خضره، ما نسلقهاش، ودائما تتكون نوعيه تكون خضره، تكون لونها فاتح وتتكون رقيقه، ولا تكون لونها مغلوق وتتكون غليظه شويه، هذيك خاص تنسلقوها. وبالنسبه للمكونات اللي تشوفوا معايا، بالنسبه لاصوص الطوماط خاصها تكون خفيفه، ولا بيشاميل خاصها تكون خفيفه، لحقاش اللازان ما دي نسلقوهاش. ها انتم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير اللي نحضر معكم، وتحياتي للجميع. ندير البصله هي الاولى، نزيد عليها الثومه، نزيد عليها الملحه، شويه الابزار، تندير واحد شويه ديال الزيت، ندير لها فلفله حمراء باش تعطيني اللون، ونخليها طيب واحد شويه، وما نخليش يعني هاد لاصوص تجي قاصحه، خاصها تبقى لي هكا خفيفه. نزيد شويه ديال الزعتر، ودابا غادي ندير في طنجره واحده اخرى، ندير بيشاميل. عندي هنا 100 غرام ديال الزبده، ندير هاد الذوب، وغادي نزيد عليها 100 غرام ديال الطحين. ها انتما معايا. من بعد ما دابت الزبده غنزيد الطحين، نحاول ما امكن نسرع التحرك مزيان بقوي باش ما تجيش بقوه. نخليها تزيد تحمر واحد شويه باش الطحين تيطيب وتجيني المذاق ديال البيشاميل زوين. دابا غادي نزيد الحليب،
وبالنسبه للحليب من الاحسن ديرو شويه بشويه، ما ديروش الحليب كامل دقه واحده، من الاحسن ديرو شويه بشويه باش لاصوص بيشاميل ما تحبب لكم شيء، تتبقى هكا يعني ما مكوره ما حتى شي حاجه، وتبقاو مستمرين بالتحرك ماشي حتى تعقد بزاف، تتولي صلصة خفيفه بحكم ان اللازان ما مسلوقاش. ها انتوا معايا على ما توجد، وعاد نزيد لها الملحه والابزار والكوزه، وتحياتي للجميع. ندير مليحه الابزار، من الاحسن يكون الابيض من الاحسن فهاد الساعه، هادشي اللي واجد. غادي ندير الكوزه محكوكه، الكوزه شريفات الفنات، من بعد ما صوبت لاصوص طوماط مع البصيله كي شاهدتوا معايا، والتويمه والكفته اللي صوبناها ومسائل ديال التوابل، هنا الصلصه ديال البيشاميل اللي خليتها كذلك خفيفه، وهذه كي تشوفوا بانها هانتوما راها خفيفه، الصلصه خفيفه. وهنايا لاصوص غادي نديرها في الليمون من التحت، يعني الليمون بجوج، وهذا المعدنوس اللي قطعت، وهذا خلاص موتزاريلا الفرماج باش ما كفاليش، ها هو الفرماج الثاني، وممكن ناخذ شويه من هنا وشويه من هنا، ما كاين حتى مشكل. بالنسبه لهذو الليمون اللي نصوب ان شاء الله بهم، ها انتم معايا باش تشوفوا الطريقه كيف غادي نصوبها ان شاء الله. تناخذ شويه ديال لاصوص من التحت، هي الاولى تنديرها، لا بالطماطيشه هي الاولى من التحت تنديروها، تنوزعها على المول كامل، دابا غادي ناخد اللازان، ودائما اللي تكون رقيقه وتيكون اللون ديالها شويه فاتح ما تتسلقش، واللازا اللي تكون يعني السمك ديالها شويه غليظه يعني التمره واللون ديالها مغلوق هي اللي تتسلق. تندير الصلصه ديالي، كتشوفوا انها راها خفيفه باش تكمل الطياب ديالها، وهي في الفرن ان شاء الله. تتحاولوا ديروا القياس اللي ديك فيها، تندير عليها شويه المعدنوس، تنزيد عليها شويه ديال الفرماج. دائما بالنسبه للفرماج والكفته ويعني تشوفوا القياس اللي ممكن ديرو، يعني على حسب العدد ديال الاشخاص وعلى حسب اللي موجود في الدار، وكل واحد تيمشي على حسب المسائل اللي موجوده وصافي هادشي اللي كاين. تنديروا واحد طبقه من الفرماج ضروري. دابا غادي ندير لاصوص بيشاميل، كي تشوفوا انها راها خفيفه تحاولوا توزعوها على العدد اللي عندكم او القياس اللي كاين كامل. نزيدها شويه ديال الفرماج كذلك من الفوق، دابا قبيله درناها هكا، دابا نديروا العكس، ندير لاصوص
نفس العملية تنولي نعاود. دائما حاولوا ديروا نفس القياس، شوية معدنوس كذلك، نفس العملية تنبقى مستمرة بها. فرماج، هو كل ما كان الفرماج فيها يعني بزاف تجي غزالة وتجي حتى ديك الطبقات باينين ديال الكفتة الفرماج يعني اللازان يعني تجيو باينين. دابا غادي نولي ندير نفس العملية عاوتاني، وبالنسبة لهكا لهاد الجنيبات اللي تيبقاو هكا ممكن تقسمو وحدة هكا شريط هكا وتحطوها هكا في الجنيب. دابا ما بقى لي ندير غير الفرماج، نكمل الثانيه وعاد نشرح لكم الطريقه ديال الطياب ديالها. وتحياتي لكم واللي خطيكم علينا وتبارك الله على الجميع. شريفات الغزالات ديالي بعد ما كملت لي مول بجوجهم، دابا ما بقى لي غير انني نفس الطريقه كي خدمت هذا المول هذا خدمت هذا، غير معدنوس ان ما بقاليش باش نديرهم من الفوق وصافي بان ولي نقطعو نصوبو من بعد. دابا غادي نبدا نغلف بابي كويسون، ضروري ندير بابي كويسون باش ما يتحرقش الوجه ديال لازان حتى الفرماج ما يتحرقش، وعاد ندير الالومنيوم من الفوق نفس الطريقه، ندير المول الاول والثاني وندخلهم للفران. من بعد كيسخن الفران مزيان ولي مدة ثلث ساعة وهما قلب الفران. شريفات الغزالات هانتوما تشوفوا يعني بالنسبة من بعد ما درت بابي كويسون درت الألمنيوم فوق منه. بالنسبة للطريقة ديال الطياب كنتأكد من بعد تيسخن الفران ديك ثلث ساعة كاملة هو تيطيب. وبالنسبة لديك الفروماج وديك لابيشاميل ولاصوص طوماط مع الكفتة ما نقول لكمش كتجي ديك الشي معلك غزال تيحمق الدمذاق. نتمنى ان شاء الله باذن الله الوصفة اللي قدمت لكم تنال اعجابكم، وتنقول لكم هانتوما معنا على ما يطيب ان شاء الله باذن الله، ونقدم لكم الشكل النهائي وتحياتي للجميع. شريفات الفنات الغزالات من بعد ما طاب لازان تبارك الله ما شاء الله ما نقول لكم شي واحد الريحه كانت طالعه منه واحد شنو نقول لكم تتشهي. دابا ان شاء الله باذن الله هو وجد الفرامج كي قلت لكم تبارك الله بزايد بحيث راه معلك من الداخل وراه باين في وجهه بان عمر فرماج، والدليل على ذلك زميلهم عفاك الصوره باش بان الطبقات كيف دايرين من التحت. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم وراه تيطيب، رغم ان الوراق ديال لازان انهم يعني خضر درتهم راه طايبين فنين. نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله باذن الله، هنقطع طريف وشوفوه معايا. وتحياتي للجميع والله يخطيكم، ونتمنى دائما تكونوا على خير ودائما نتلاقاو في وصفات وحده اخرى. وتحياتي للجميع وشكرا بزاف. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.